بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتو وعن اوانكسان داو ديال هالكاني وا تي فيغا سومالي كيبل عرونتي سنحي مقالدة مقدشة كسو لوادا واركي عالم كوحاي ديما ربي دوناني وعد افتاح مع النورا غضبضا وراركي نووا وينا وحاكم إذا مدحوينها سومالي محمد عبدالله فرماجو يوبد بلارن اوه قامين ايو ايامان تقاري مقالدة جبا يكونفورتا ودن كسودان هالكاسيو سوين لوغو سو دوويي عطبية كميدة عيدة مدى تاكولين تايترياني كسوغان مغالدة مغدشة اياسو غبغبيي وجيغ كواد مشروع عهراشين لوغو قيبين اي قويسدن يراو كنو المغالدة مغدشة تليها عيدة مدى بوليسكا قبل كستناغي سومالي لان ايا بلشدة ودري ديگنين علوسو كسابسان مخادرات كي وليبا حفل لدها لوغو قبتو قبل كاسي gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka ayaa xukuumadii uu hoggaaminayay Xasan Cali Khayr ku dhaliilay tartamashada dastuurka iyo sharciga dowladnimada isagoona dhanka kale fariin u diray Ra'iisul Wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble akhbaraadka caalamka daawadiyaal waxa ugu waaweyn madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo helay cudurka coronavirus ayaa la dhigay isbitaal military oo ku yaalla dalka Mareykanka iyo waliba sidoo kale madaxweynaha dalka Faransiiska oo weerar afka ku qaaday diinta Islaamka qodobadaasi iyo qodobo kale ayaa daawan doontaan balse markii hore